بحنور مثل ما يقولون أو أراجع نفسي في اللي قاعدة أقدمه وأتقبل مستمرين في اللي قاعدة أقدمه من خلال أن نكون إحنا مقتنعين باقتناع كلي الإصرار والقبول للتمدد. بس في النهاية ما أبدأ هذه الأطفال اللي في ذمتي، فأكيد ما يعني أكيد اهتمامي فيهم وأي أم اهتمامها فيك من وقتك ولا تحاسبي أنا عارف يعني مش الحين بصور سناب شات على الانستغرام مو مش يعني ولا إنه في ناس صار لهم إدمان في عماتهم وخالاتهم بشكل عام. أنا صار عندي سؤال الحين لجابتك، راح تضربين وجهي؟ لا ولا تحلم. تمام ولا تحلم. طيب يمكن تقول لك لا لازم تصير ديمقراطيه ومثل انت ماذا كل ما تغني قولي ماما انت ما تعرفين تغنين لا تغنين لا تحلم، يعني ما راح يكون في تشانس ولا مجال ان تدخلي. لما لبناني إعلام راقي، في ناس كثيرة يدعموني، في ناس كثيرة يحبوني. إذا تبغى تتكلم عن الإعلام، في شخصيتين في الإعلام ما راح أذكر أسمائهم، ولكن ليش رفضت دعوة إعلامي فلان وليش رفضت تطلع في البرنامج فلان؟ الإعلام القدير مفيد فوزي، يا سلام العزيزة أحلام تحية من مفيد فوزي من مقعدة. والسؤال ما ضعف امرأة جميلة أو نقطة طافحة صحيح؟ أول شيء أوجه له تحية، هو لو كان جالس في الخلف بس وينه إذا ممكن؟ أستاذنا القدير أهلا وسهلا. يقول مسيس والله أنا أقول الفن الفنان لا يدخل فيه شغلتين السياسة والرياضة. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام للوكالة، ممثل راعي هذا الملتقى سمو الشيخ جابر المبارك بن حمد. حلم معماري جميل على كورنيش الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية. الإعلام الكبير مفيد فوزي تكريم الآن. الكويت الذي تحدى جميع الصعاب ليصل إلى إدخال العربية إلى الكمبيوتر في الثمانينات، استطاع بعد ذلك أن يطوع التقنيات في مكتب الأوزة في الأردن عمود ويتسلم المصري العربي الكبير عمل ثالث نجمة ربوين حبيب. هذه الدكتورة بروين حبيب تستاهل، وهذا الشاعر الكبير سعد علوش. تستاهل.
تكريم مجموعة من الإعلاميين الكويتيين يعطيهم ألف عافية ويستاهلون أكيد. تكريم عدد من حلو حلو. سعادة الوزير راح يفتتح المعرض الآن. خلصنا حفل التكريم المفروض في 10 بس ما يمديني لان عندي لقاءين مباشرين، واحد مع قناة زين والثاني مع قناة العدالة بعد نص ساعة. وبعد لقاء زين الحين متوجهة إلى قناة العدالة وبرنامج عسيف راح أكون على الهواء مباشرة. سؤال جاي يلا نزار أنا شوية بكلمها معود كلمها كلمها بس نبي تعمل أنا عايز أخش فرجين هني إيه الشعر أتريد جزائر صغيرة أفريقيا شو قصة